الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته المتتالية على لبنان. حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوبي بلدة الخيام. الصحة العالمية واليونيسيف يشددان على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لحملة التطعيم من شلل الأطفال في قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 43,200 شهيد. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بكبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام التي شهدت تفاعلا حول التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية. شدد عبد العاطي خلال الحلقة النقاشية على محورية الدور الذي يطلع به المفكرون وقادة الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعياتها المباشرة على الأمن القومي المصري. كما استعرض عبد العاطي باستفاضة محددات السياسة الخارجية المصرية واستعرض موقفها من الملفات الإقليمية والدولية. أدان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاعتداءات الإسرائيلية على النفال، مثمنا إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب. وقال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، معلنا رفض لبنان المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، نافيا ما تردد من أنباء بشأن طلب الولايات المتحدة من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان عبر مبعوثها أموس هوكشتاين إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي. ويأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستواصل منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل. تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية، ففي الوقت الذي تسابق فيه إسرائيل الزمن لشن هجمات متتالية لإضعاف قدرات حزب الله بعد الاستهداف المتواصل لقياداته. فرغم محادثات الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن الغارات الإسرائيلية تتواصل دون هوادة على لبنان. وتتصادم التصريحات الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إحراز تقدم جيد في المفاوضات الدائرة بين تل أبيب وحزب الله، أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل. ووسط جهود مكثفة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بحث مبعوث البيت الأبيض أموس هاكوستن وبرايت ماكجورك إلى إسرائيل سبل التوصل إلى حل سياسي في لبنان ووضع حد للحرب في غزة. وفي أعقاب الاجتماع في القدس المحتلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها، مؤكداً عزمه على منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل. التعنت الإسرائيلي وما صاحبه من غارات مكثفة تسبب في إحداث دمار هائل في الجنوب اللبناني، أجبر الآلاف على النزوح لا سيما وأن الاحتلال يقصف دون سابق إنذار كعادته المتجردة من أبسط مبادئ الإنسانية، الأمر الذي نددت به المنظمات الدولية والعالم أجمع، إلا أن إسرائيل لم تأبه لأي قرارات أممية في هذا الصدد ضاربة بعرض الحائط النداءات الدولية المتواصلة.
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بجنوبي لبنان بهجمات صاروخية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات بلدة قصر نبا، كما شن غارة على حي الزهراء في مدينة بعلبك، وغارتين على بلدة طارية غرب بعلبك. أعلنت الخارجية الفرنسية عن تسليم نحو 30 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين اللبنانيين. وذكرت الخارجية الفرنسية أن المساعدات الإنسانية للبنان تعكس بشكل ملموس الالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان. وحذرت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف من استمرار الهجمات الإسرائيلية المتنامية على عاملين في المجال الصحي وعلى منشآت صحية في لبنان، مجددة التأكيد على ضرورة تحييد الرعاية الصحية من هذه الهجمات العسكرية. أكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كاتاني أنه يتم التواصل مع المجتمع الدولي وقوات اليونيفيل من أجل توفير مسار آمن من القصف الإسرائيلي المستمر. وأشار أمين عام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن لديهم خططا احترازية وأنهم منتشرون على كل الأراضي اللبنانية ولديهم مخزون احتياطي، كما أنهم مدعومون من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الدولية. حذرت منسقة الأمم المتحدة في لبنان من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية في البلاد بسبب الحرب الدائرة. وشددت منسقة الأمم المتحدة في لبنان على ضرورة تحييد التراث الثقافي اللبناني عن الصراع الدائر، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بضرورة هدنة إنسانية بقطاع غزة للقيام بعملية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة من حملة التطعيم غدا السبت في جزء من شمال القطاع بعدما تم تأجيلها الشهر الماضي. وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن المساحة المشمولة بالهدنة تقلصت على نحو كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة التي أجريت في سبتمبر. أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة. أكد أدهانوم أن الهجوم الأخير يعرض حياة المرضى لخطر جسيم، واصفا الوضع الصحي في شمال غزة بالمأساوي، وداعيا إلى حماية المستشفيات والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن اقتصاد تقشف لعام 2025 وعن تقليل الإنفاق. يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من العجز المالي وانخفاض التصنيف الائتماني، مما أدى إلى توجه الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن اقتصاد تقشف لعام 2025 تقلل فيه الحكومة الإسرائيلية الإنفاق مع زيادة مجموعة من الضرائب لتمويل الحروب التي تخوضها إسرائيل. وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق نحو 40 مليار شيكل، أي نحو 10.8 مليار دولار. ومن ضمن الزيادات الضريبية سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% بدلا من 17%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة، على الرغم من أن إنفاقه سيبلغ 2.1 مليار شيكل في العام المقبل، وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025، بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1% في عام 2024 و4.3% في عام 2025. وبحسب وكالة رويترز، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو، وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم 3%. وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة. دعت الأحزاب المعارضة في أيرلندا الحكومة الأيرلندية إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أيرلندا هولي كيرنس إن القرار سيبعث برسالة قوية على خلفية حرب إسرائيل على غزة. ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية. تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها، ويأتي هذا ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولا تزال المجهودات المصرية مستمرة لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من العريش ورفح. قوات الاحتلال ما زالت تعرقل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. حتى اليوم أعلنت قوات الاحتلال إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم ومنع لدخول المساعدات الإنسانية التي تتحرك من العريش ورفح، لكن معبر رفح المصري ما زال يعمل ويفتح أبوابه لدخول كل أنواع المساعدات الإنسانية، وحتى المجهودات بشكل عام المتعلقة بالمساعدات الإنسانية كلها مصرية 100% حتى الآن، من استلام للشاحنات وأيضا للمساعدات الإنسانية وتحميل هذه المساعدات وتشوين هذه المساعدات أيضا ونقل هذه المساعدات، كلها يعني مجهودات مصرية كاملة متكاملة، وتتحرك من هنا من المخازن اللوجستية التي أيضا أنشأتها الحكومة المصرية في العريش ورفح ليتم تخزين فيها هذه الشاحنات، تتحرك عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم. طبعا المجهودات المصرية لا تتوقف عند الشاحنات الإنسانية فقط، ولكن أيضا المجهودات الخاصة بالمفاوضات وإعادة إحياء المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كل هذه تقوم به مصر باستضافة جميع الأطراف هنا على الأراضي المصرية. الضغوطات الدولية ما زالت مستمرة أيضا على قوات الاحتلال من أجل إعادة تدفق المساعدات الإنسانية، إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن بعد أن قاربت المهلة التي أعطتها لها الولايات المتحدة الأمريكية ويشار
قربت على الانتهاء من أجل إعادة يعني فتح المعابر الأخرى وإعادة أيضا تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن تعرقل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يواصل المرشحان الديمقراطي والجمهوري كامالا هاريس ودونالد ترامب محاولاتهم الحثيثة لكسب المزيد من أصوات الناخبين. آخر محطات تلك المحاولات عنوانها القوى الناعمة، حيث قام كل من ترامب وهاريس باللجوء لعدد من المشاهير للترويج لحملاتهم الانتخابية. في انتخابات رئاسية أمريكية شديدة التنافسية مثل انتخابات 2024، يصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفاً بالمخاطر والمفاجآت، خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية قد تختلف عن حسابات التصويت الشعبي. وبعيداً عن صخب الساسة واكتذاب الناخبين بالبرامج الانتخابية المعتادة، لجأ كلا المرشحين لمحاولة أخرى وأخيرة لاقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة ومتابعيهم، علها تقلب موازين التصويت رأساً على عقب. وفي إطار تلك المحاولة، أعرب ترامب ذو الخلفية الفنية السابقة عن شعوره بالغضب بسبب قلة دعم المشاهير له والذين كانوا زملاءه يوماً ما، على عكس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي أعلن غالبية النجوم قرارهم بالتصويت لصالحها، بل وقاد بعضهم حملات ترويجية في مختلف الولايات خاصة المتأرجحة منها لكسب أصوات الأمريكيين لحقيبة الانتخابية. في المقابل، حرصت حملة ترامب على مهاجمة تيار المشاهير الذين زاروا عدداً من الولايات المتأرجحة نيابة عن حملة هاريس. وخلال تجمع انتخابي في جرين باي بولاية ويسكونسن، حظي ترامب بدعم كبير من نجم كرة القدم الأمريكية بريت فافر، الذي شارك ترامب في حملته كمرشح جمهوري للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات. هكذا حدد المرشحان أولويات مختلفة لهم في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، كما حرص نوابهم أيضاً على جذب أصوات الناخبين، حيث صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس فانس بأن التصويت لترامب يمثل تصويتاً من أجل تغيير حقيقي وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. أما نائب هاريس تيم وولز فقد وصف ترامب بأنه يهتم بنفسه فقط ولا يكترث بما يحدث للطبقة الوسطى. أجواء مشحونة واستثنائية تعيشها الولايات المتحدة إبان انتخاباتها الرئاسية، أجواء دفعت الناخبين للإعراب صراحة عن قلقهم من الانتخابات هذا العام أكثر مما كانت عليه في انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن. ووسط هذا كله، تبقى صناديق الاقتراع هي الحاسمة لمعرفة من يقود البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة وكيف سيكون شكل الولايات المتحدة في تلك الفترة. وما زالت نشرة السادسة مستمرة معنا ومعكم وتتابعون فيها. كوريا الشمالية تؤكد وقوفها بجانب روسيا حتى تحقق أهدافها في الأراضي الأوكرانية.
في الأزمة الأوكرانية، أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي خلال زيارة لموسكو أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق أهدافها في أوكرانيا. وأتي ذلك في وقت تندد فيه الدول الغربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد ندد لعدم تحرك حلفاء بلاده في مواجهة نشر قوات الكورية الشمالية، قائلا إن غياب الحزم الغربي يشجع بوتين على تصعيد النزاع. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 31 مسيرة من أصل 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على مناطق مختلفة من أوكرانيا. أضافت القوات الجوية الأوكرانية أن نحو 14 طائرة مسيرة أخرى تمكنت من اختراق الأراضي الأوكرانية، بينما تم تدمير صاروخ كروز من بين ثلاثة أطلقتها القوات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت 6 هجمات شنتها تشكيلات أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية. كما أعلنت الوزارة سيطرتها على 3 مناطق في شرق أوكرانيا. وأشارت الدفاعات الروسية إلى أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتين في دونباس. قال فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول إن جنوب روسيا سقطت فيه طائرة مسيرة على مستودع للنفط بالمنطقة. وأضاف فلاديميروف أن الواقعة التي شهدها مستودع سفيتلوغراد للنفط لم تسفر عن إصابات. يأتي هذا الهجوم عقب استهداف أوكراني بطائرات مسيرة عدة لمنشآت الوقود والطاقة في منطقة باشكورتستان وسط روسيا. قال الكرملين إنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في نهاية العام. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا غير مستعدة لتمديد اتفاق مرور إمدادات الغاز، وسط تقارير صحفية تفيد بأنه قد يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية. أعلن السفير الأمريكي غير المقيم لشؤون القطب الشمالي مايكل سفراغا أن بلاده تراقب عن كثب التعاون المتنامي بين روسيا والصين في القطب الشمالي. وأكد السفير الأمريكي أن بعض جوانب تعاونهما العسكري في الآونة الأخيرة في المنطقة يرسل إشارات مثيرة للقلق. وكانت روسيا والصين قد كثفتا تعاونهما العسكري في القطب الشمالي، وعززا البلدان العلاقات بشكل عام في السنوات القليلة الماضية لتشمل تزويد بكين موسكو بسلع مزدوجة الاستخدام، على الرغم من عقوبات غربية مفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. أعلنت شرطة مدينة أورلاندو الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار وسط المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به. وذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المركز الطبي الإقليمي في أورلاندو وأن حالتهم مستقرة. ونقلت شبكة CNN عن رئيس شرطة أورلاندو إيريك سميث قوله في مؤتمر صحفي إنه ألقي القبض على المسلح المشتبه به الذي يبلغ من العمر 17 عاما وتم تحديد هويته. استعرضت كوريا الشمالية قواتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هو سونغ 19. وذكرت وكالة الأنباء المركزية كوريا الشمالية أن الصاروخ يعد الأقوى استراتيجيا في العالم. وخلال إشرافه على عملية الإطلاق قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات أثبت الموقف المهيمن لبيونغ يونغ في تطوير وتصنيع وسائل حمل أسلحة نووية.
مرحبا بكم مجددا. أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي عن شراكة أمنية ودفاعية جديدة في طوكيو. وكشف مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل الأوروبي جوزيب بوريل ونظيره اليابانية تاكيشي إيوايا عن الاتفاق بشأن تطوير التعاون، مشيرين إلى أن الاتفاق يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الدفاع وأمن القضاء الفضاء. هذا وقد أشاد بوريل بهذه الخطوة التاريخية واصفا الاتفاق بأنه الأول من نوعه الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع أحد بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت إسبانيا، ونشرت السلطات الإسبانية أكثر من 1000 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية، فيما تتواصل جهود البحث عن مفقودين. فيضانات عارمة وسيول مدمرة تجتاح إسبانيا في أسوأ كارثة طبيعية تضرب الدولة الأوروبية منذ أكثر من 50 عاما، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين من السيول التي تجتاح شرق إسبانيا في الوقت الذي لقي فيه العشرات مصرعهم جراء الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد. أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية قال إن هناك عشرات المفقودين وإن الفيضانات جرفت السيارات وحولت شوارع القرى إلى أنهار وعطلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. الحكومة الإسبانية أعلنت الحداد 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة، وتم نشر أكثر من 1000 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية في المناطق المدمرة، وشكلت الحكومة المركزية الإسبانية لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ. خبراء الأرصاد قالوا إن منسوب الأمطار الذي هطل على أجزاء من مدينة بلنسيا لمدة 8 ساعات يساوي منسوب الأمطار التي تهطل في عام. وفي بلدة أوتيل الريفية التي لحقت بها أضرار جسيمة وتقع على بعد نحو 85 كيلومترا من مدينة بلنسيا، فاض نهر ماجرو عن ضفتيه وبلغ منسوب المياه فيها 3 أمتار لتغرق المنازل في المياه. وشهدت إسبانيا عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا شيء يقارن بالدمار الذي حدث خلال 2 يومين. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع عدم الإبلاغ عن ضحايا في مناطق أخرى، مع استمرار جهود البحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها جنوب إسبانيا في العقود الأخيرة. ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أنظمة التحذير الفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة بالنسيا في إسبانيا هذا الأسبوع. وشددت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة كلير نوليس على ضرورة ضمان وصول التحذيرات المبكرة للسكان لأخذ الحيطة والحذر. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن قيام مصر بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، وجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا COP16، حيث دعت وزيرة البيئة الدول لبذل المزيد من الجهود لتوفير المواد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية. أعلن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إطلاق حملة على القد بشكل رسمي تحت رعاية من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والري. وصرح وزير الري أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجها بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث.
شهد وزير الإسكان شريف الشربيني ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف شركات صينية دولية، وذلك عقب حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعالمين الجديدة. وأوضح الشربيني أنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع الهيئات جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج واستكمال الاختبارات التشغيلية في مرحلة التسليم، على أن يتولى أعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، حيث يعتمد التحالف على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل. أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو على أهمية التعاون الثقافي بين مصر وقطر كجزء من الروابط التي تجمع الشعبين. وخلال لقائه بنظيره القطري الشيخ عبد الرحمن الثان، أعرب هنو عن تطلعاته لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين. كما نوقش خلال هذا اللقاء نوقش مقترح لإقامة فعاليات فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة تجسد ثقافة وتراث البلدين. والتقى وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة مياسة بنت حامد بن خليفة الثان لدعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع المتاحف الفنية وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والثقافية بين المؤسسات المتحفية في البلدين. زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهتاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد المجتمعات الريفية الخضراء. وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري WF12 العالمي المنعقد في الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر تحت عنوان حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. وأوضحت وزارة التخطيط أن الزيارة تأتي في إطار تسليط الضوء على المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة ترشيد باعتبارها نموذجا يحتذى به لقرى المشروع القومي حياة كريمة ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة MSC ليريكا وعلى متنها أكثر من 2000 سائح وسط أجواء احتفالية تضم عروضا فنية للترحيب بالسفينة وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة. تعد السفينة واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة، ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه تضم صالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونوادي رياضية وأسواق تجارية. نتحول معكم إلى أخبارنا الاقتصادية ومحمد عبد الله. أهلا بك محمد. أهلا بك زهرة. أهلا بك نهى. ومشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. يهدف الاجتماع لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة التعديل المادة 3 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة. وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، مشيرا إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 في بوجمبورا في بوروندي مع الأمينة العامة لكوميسا. وأشار الوزير إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار عام 2023. خلال اللقاء تطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024، مشيرا إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية التكتل السادات وجماعة شرق إفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 ببوروندي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي إنكوكا فنديل. وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفا لمصر منذ انعقاد القمة 22 للتجمع بالعاصمة الزامبية أوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يعكس التزاما مشتركا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة. جاء ذلك خلال استقبالها وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمناقشة الجهود المشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأكدت المشاط أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل. التقى وزير الزراعة علاء فاروق بوزير الدولة بوزارة الزراعة وري بالصومال عبد الرازق محمد لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية المقام بعاصمة المملكة الأردنية عمان. وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للدول وشعوب القارة السمراء نظرا لما تمثله إفريقيا من أهمية استراتيجية. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في الدورة 46 لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول التي عقدت في ياوندي بالكاميرون. استعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في القاهرة في يونيو الماضي. وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر البنك أنها تعمل على تجهيز مقر البنك للافتتاح في يناير القادم وفقا لما هو متفق عليه مع الدول المنظمة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، رغم أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق خسائر أسبوعية. على صعيد التداولات زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.91% لتصل إلى 70 دولار و58 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.91% ليصل إلى 70 دولار و58 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 94% لتصل إلى $2.25 للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 66% لتبلغ $2.68 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسونتراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر بين 1-3% مقارنة بأكتوبر بسبب زيادة الطلب العالمي. ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبيان لنوفمبر 10 دولارات إلى $635 للطن، كما رفعت أسعار بيع
البيع الرسمي لبوتان 10 دولارات إلى 630 دولارا للطن، والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال، ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر، ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية لصناعة بتروكيماويات أخرى. أما سونتراك رفعت سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولارا للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 600 دولار للطن. حققت إيرادات صادرات النفط العراقي في أكتوبر الماضي نحو 9.7 مليار دولار، بزيادة 175 مليون دولار عن إيرادات شهر سبتمبر السابق له، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار. كانت الإيرادات المحققة خلال شهر سبتمبر الماضي قد قفزت بمقدار 648 مليون دولار فوق الإيرادات التي حققتها خلال أغسطس السابق له، والبلغة 8.8 مليار دولار، وذلك بفضل عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا. أغلقت بورصة الإمارات على ارتفاع بدعم من نتائج أرباح إيجابية وارتفاع أسعار النفط عقب تقارير عن أن إيران تستعد لشن ضربة على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة. واستهل مؤشر سوق دبي الرئيسي شهر نوفمبر بمكاسب بلغت 7% متعافيا من خسائر الجلسة الماضية، بينما أغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا 2% ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. وزاد مؤشر دبي 3.2% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أول نوفمبر العام الماضي. وعلى أساس شهري تقدم المؤشر 1.9% بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. أما مؤشر أبو ظبي فارتفع 1.6% في أعلى مكسب أسبوعي له في نحو شهرين. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى صحر ونهى. شكرا جزيلا لك محمد. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر المقبل. أكد الشربيني حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضري العالمي، والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية ولتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي. استضافة المؤتمر الكبير المنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ 12 الحقيقة، اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدولة المصرية بتشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية. والحقيقة يمكن النهاردة تابعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل، وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل، ده الحقيقة إقبال كبير جدا، بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء، وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله، في إقبال الحقيقة كبير جدا. يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة إحنا يعني الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حصل المرة دي في النسخة 12 اللي إحنا بنشرف طبعا أو بتشرف الدولة المصرية باستضافتها. We'll be right back.
ويهدف المنتدى الحضري العالمي 12 إلى بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة. وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته المتتالية على لبنان، حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوب بلدة الخيام. الصحة العالمية واليونيسف يشددان على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لحملة التطعيم من شلل الأطفال في غزة. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 43,200 شهيد. نهاية نشرتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.